تميزت الهندسة المعمارية اللبنانية القديمة بما يسمى العقد، وهو كناية عن بناء بطريقة تتشابك الأحجار مع بعضها البعض على شكل قوسي بهدف تركيز السقف أو الحائط. ويتفرع من العقد أشكال عدة، منها ما يغطى بالقرميد الذي شكل أساسا للهندسة المعمارية خلال حقبة زمنية امتدت بين العامين 1860 و1925، حيث تكللت سطوح المنازل في لبنان باللون الأحمر، حين كان للإرساليات الأجنبية دور هام في إخراج النمط المعماري الجمالي والذي أصبح تراث لبنان الأساسي. اليوم نرى المناطق العريقة في لبنان تستخدم سقف القرميد بغية الشكل الجميل والمميز وذو القيمة المادية المرتفعة والهندسية العريقة، من دون أن يدركوا فوائد هذه المادة. صناعة القرميد من أقدم الصناعات المعروفة بالتاريخ، يعود زمنها إلى العصر الحجري، وخاصة مع اكتشاف النار، لمن الرجل الأول اكتشف النار اكتشف معه القرميد اللي بنستعمل العجين التراب تخلط وعمل الموقدة، اكتشف انه التراب لما بيجي عليه نار بيتحول الى قرميد، ومن وقتها امتدت صناعة القرميد بالتاريخ. المونتي فيردي واحدة من هذه المناطق التي تقع في المتن الشمالي، حيث وصلنا وها نحن امام احدى الورش. توجهنا إلى السلالم، وبعد صعودنا 4 طوابق بلغنا سطح المبنى، وهنا التقينا مجموعة من العمال تتحضر للبدء بعملية تركيب القرميد. بدأت المغامرة، فكان لابد من متابعة عملية تركيب القرميد عن كثب. وجدنا أنفسنا على رأس المبنى، حيث تعرفنا إلى المعلم جوزيف مسؤول إحدى الورش، يشرح بالتفصيل مراحل تركيب القرميد بدءا من القاعدة الخشبية الأساسية التي تثبت عليها قطع القرميد. المعلم جوزيف يعمل بكل جهد وشغف، ويتميز في دقته بتركيب القرميد ولمسته الفنية. نصح بالتعرف والاطلاع على جذور وتاريخ وكيفية وصول هذه المادة إلى لبنان، فكان لابد من معرفة كيفية كسبنا لها، ولقد أصبحت جزءا من هويتنا الهندسية الوطنية. صناعة القرميد هي من أقدم الصناعات في التاريخ منذ العصر الحجري، وللبنان علاقة تاريخية بإيطاليا، هي 5 سنوات لفخر الدين في منفاه في توسكانا الذي حمل معه الهندسة المعمارية التوسكانية لدى عودته إلى لبنان، قرميدا وقناطر وشرفات في بيوت باتت تشكل جمال الوجه اللبناني المعماري. وانتشرت في عهد فخر الدين البيوت ذات السطوح القرميدية الحمراء وواجهات المنازل الزجاجية المؤلفة من 3 قناطر والمرتكزة على أعمدة رشيقة من الرخام، والتي تسمح للنور والشمس بأن يدخلا إلى داخل المسكن. واستمر هذا الطراز في بناء المنازل بعد عهد فخر الدين في مدن الساحل وقرى الجبل، وما زالت المساكن القديمة الموجودة اليوم تحافظ على هذا الطابع. بدأت صناعة القرميد مع الألماني يوهان مولر اللي إجا من ألمانيا بأوائل القرن 20، وأسس فخورة صغيرة للخزفيات والأواني الفخارية ببلدة نبع الصفا بالشوف. هذه المادة التاريخية تستخدم اليوم لقيمتها المادية المرتفعة بغض النظر عن فوائدها، حيث تستعمل فقط للشكل المميز. بس بدك تركب قرميد بتبلش فيه من تحت وطلوع. ولأن المعلم جوزيف يعلم قيمتها وفوائد استعمالها لتغطية السقف، فهو يخبرنا عنها وعن الطريقة المثالية لتركيبها. أناية المي نعملها بشكل أناية مي لتاخد المي اللي بينزل بين القرميد والحائط.
تشارلز مولر رئيس مجلس إدارة مصنع مولر للقراميد يؤكد لنا أن التراب الممزوج مع المياه قادر على تحمل أقصى درجات عوامل الطبيعة. في أرميدي التاني ركب حدة على جنبه، تيجي أرميدي التالتة تركب من فوق وحدة لقطة اثنين. هيدي أهمية الموضوع، إنه المي اللي نازلة على الأرميد بتنزل وبتضلها بالنص، ما بتنزل بالفراغ. إذا إجا مي بالفراغ، هذا الفراغ هو هون في إله مجاري، المجرى هذا بياخد المي وبيخليهم بقلب الأرميدة. هذا اللي بيخلي الأرميد ما يفوت مي، هي اللي بيخليه عازل، مع إنه الأرميد منه ملزق ببعضه، فاتح عن بعضه، بفوت هواء بيناته بس ما بفوت مي، لأنه مجاري المي موجهة كلها لتضلها على النص. بعد الانتهاء من تثبيت القاعدة الأساسية، تبدأ عملية صف القرميد جنباً إلى جنب. هناك طريقتان لتثبيت القرميد إلى القاعدة، إما بربطه من الأسفل باستخدام شريط حديدي، أو استعمال المسامير ودقها من خلال القرميد في القاعدة الخشبية، وذلك بسبب قرب القاعدة من سقف المبنى كما في هذه الحالة. عملية التركيب رغم أنها سهلة ظاهرياً، فلقد اكتشفنا أنها عملية معقدة ودقيقة ضمناً، وتتطلب نوعاً من الرؤية والمعايير الحسابية الخاصة التي يقدمها العامل لمهنته. ما هي هذه المادة القادرة على تحمل المياه والثلوج والحرارة بأقصى درجاتها، وهي مكونة من التراب الممزوج مع المياه؟ فكيف يتحمل مثل هذه العوامل الطبيعية؟ عملية تصنيع القرميد تستغرق نحو أسبوعين لتمر بسبع مراحل. صناعة القرميد مؤلفة أساساً من مواد أولية اللي هي طبيعية كلها، اللي هي أرجيل أو تراب دلغيني أو صلصالة. وهالتراب هيدا والمواد الأولية كلها بنسبة تفوق 90% منها موجودة بلبنان، مما يعني أنه صناعة الأرميد هي من الصناعات التي تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة. تتمحور المرحلة الأولى لصناعة القرميد حول المواد الأساسية التي تدخل في صناعته، وهي التراب الدلغيني أو الصلصالي، وتطحن على مراحل عدة لتصبح تراباً ناعماً، ويضاف إليها بعض المواد الكيماوية المحسنة. تمرق بكسارة كبيرة لحتى تكبسر القطع الكبيرة ويصفوا صغار، بيرجعوا بيمرقوا بمطحنة لحتى التراب هيدا يصفي ناعم كتير مثل البودرة، ومن ثم تمزج وتعجن بالماء لتصبح عجيناً، بعدها تترك لتختمر عدة أيام ويصار إلى إعادة مزجها وعجنها مرة ثانية. تمرق هالعجين بعجنات كبيرة بنسميها إكسترودر، يلي بتطلع العجين بشكل متماسك على بعضه، وبينقص بقياسات معينة وبينكبس بقوالب خصوصية تياخد شكل القطعة يلي بدنا نصنعها. بعد الكبس توضع البضاعة على ألواح وتدخل إلى فرن للتنشيف على الهواء الساخن، حيث تبقى لبضعة أيام، تخرج بعدها صلبة وناشفة، تنقل إلى مرحلة الطبخ وتدخل إلى أفران مخصصة تعمل على الغاز والمازوت. الأرميدي هي لون التراب الأساسي، هذه أرميدي مكبوسة وناشفة بس بعدها منا مطبوخة، بعد الصفات الفيزيائية والكيماوية تبعها بعدها هي نفسها تراب. بعملية الطبخ بصير في عملية تفاعلات كيميائية من خلال النار يلي بتخلي الأرميدي تتغير شكلها، تتغير مواصفاتها، تتغير صفاتها كلها. هالأرميدي هاي صارت هلأ تتحمل ضغط عالي، عازلة للحرارة والرطوبة، وتتحمل نار عالية كمان. بفرن الطبخ تقعد البضاعة حوالي 4-5 أيام، بتنطبخ على درجة نار تصل للألف درجة مئوية. بعد ما توصل على الألف درجة بينطفى الفرن، وبتبقى البضاعة بقلبه فترة يومين ثلاثة لحتى تبرد على رواق. القرميد ورغم منافعه الكثيرة فهو باهظ الثمن، مما يمنع ذوي الأحوال المادية المتوسطة بالتفكير ماليا باستعماله، إلا أننا من خلال تعرفنا إلى هذه المادة يمكننا أن ننصح باستخدامها
ليس فقط بسبب شكلها الرائع بل لميزاتها، فمن خلال عملية حسابية بسيطة نرى أن الصيانة الدورية المتكررة للسطح بعد النش وعزله من الحرارة بسبب العوامل الطبيعية المؤثرة تكلف أكثر بكثير من تركيب القرميدة لمرة واحدة.